السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الدكتور مانع أبو شيبة، حياكم الله من جديد. طبعا إن إيكاس كمبني اليوم راح نستعرض إنا وإياكم عن الشركة. طبعا إن مسؤولون عن القبولات الدراسية في الصين، لدينا مكتب في الرياض وكذلك مكتبنا الثاني في الصين. نحن نقوم بتوفير القبولات الجامعية لجميع المراحل التعليمية، منها البكالوريوس وكذلك الماجستير وكذلك الدكتوراه. والآن لدينا معاهد قوية جدا في تدريس اللغة الصينية، اللي حابين يلتحقون باللغة الصينية في المعاهد المعترف فيها وكذلك الجامعات القوية المعترف فيها لدى الصين أو كذلك لدى برنامج السفير. راح نستعرض نوياكم بعض الجامعات بإذن الله تعالى في المقطع الآخر، وكذلك القبولات التي راح نوفرها لجميع الطلبة من جميع الفئات العمرية سواء للشباب وكذلك الإناث. السلام عليكم، في أمان الله.